مشاهدي قناة سهيل أينما كنتم، أهلا بكم في نشرة الأخبار أستهلها بأبرز العناوين. على خلفية أحداث العنف، لجنة التحقيق الحكومية توصي بإقالة السلطة المحلية والأمنية بحضرموت. واللجنة العسكرية توقف العمل بتصاريح حمل السلاح خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. أوصت اللجنة الحكومية المكلفة بتقصي الحقائق في أعمال العنف التي وقعت في حضرموت في أواخر فبراير الماضي بإجراء تغييرات سريعة تشمل إقالة قيادات السلطة المحلية وعلى رأسهم المحافظ واستبدال جميع القادة الأمنيين في المحافظة. وبحسب ما جاء في التقرير، فإن عدد جنود الأمن العام لا يتجاوزون 4000 جندية لا يملكون سوى 100 بندقية. واقترح التقرير ضمن الحلول التي أوصى بها إغلاق قناة عدن لايف التي يملكها البيض وتبث من خارج البلاد باعتبارها المحرض الأول على العنف والكراهية وتبني دعوات الانفصال. كما أوصت اللجنة بإعادة 21 أسرة مهجرة إلى منازلها وتعويضهم تعويضا عادلا بعدما هجروا من منازلهم بسبب إحراقها ومحالهم التجارية أيضا. وتضمن التقرير أيضا دعوة لرجال المال والأعمال الحضارمة للاستثمار في المحافظة مع منحهم امتيازات خاصة من أجل إطلاق عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد. شددت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط إنجر أندرسن على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع التي تعهدت بها الدول المانحة لليمن كي يرى الشعب اليمني نتائج ملموسة على الأرض بناء على قراره اعتماد الخيار السلمي للتغيير السياسي في البلاد. وقالت أندرسن في حوار خاص للشرق الأوسط على هامش اجتماع أصدقاء اليمن الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن نهاية الأسبوع الماضي أن المرحلة المقبلة تتطلب دعما دوليا جديا للعملية السياسية في البلاد. ودعت جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في الحوار الوطني والذي ينطلق في اليمن يوم 18 من مارس آذار الحالية. وأشادت بدور الحكومة قائلة إنها ترى مؤشرات اقتصادية متحسنة وهذا أمر إيجابي جدا، ونسبة النمو الآن 4% وهو معدل جيد ومتواضع، ليس ما نريد أن نكون عليه ولكن أفضل من السابق لأننا نتقدم بعد عامين صعبين. ونرى أيضا أن الاحتياطات التي تراجعت بشكل خطير الآن بوضع أفضل، كما أن التضخم الذي وصل إلى مرحلة خطيرة الآن بات أقل من 10%. وبينما نريد أن ينخفض التضخم أكثر، إلا أن الوضع الذي عليه الآن أفضل من السابق. قال وزير الدفاع اللواء الركن علي ناصر أحمد أن اللجنة العسكرية شكلت غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الداخلية لمتابعة سير مؤتمر الحوار أولا بأول. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن اللجنة العسكرية أوقفت العمل بتصاريح حمل السلاح خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار، لكنها استثنت كبار المسؤولين ورجال الدولة والقادة العسكريين على أن يكون السلاح مخفيا وغير ظاهر. وحملت اللجنة قادة القوى والمناطق العسكرية وإدارات الأمن في المحافظات وغرف العمليات المشتركة بتحمل مسؤولياتهم في وضع الترتيبات اللازمة والحماية الأمنية الكفيلة بإنجاح المؤتمر، داعية كافة قادة الدولة والقادة العسكريين والأمنيين والشخصية السياسية والاجتماعية الالتزام بتعليمات اللجنة وتنفيذ توجيهاتها الهادفة إلى تأمين وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول أهمية الأنشطة المدرسية باعتبارها أداة لصقل المواهب واكتشاف المبدعين والمتميزين. وأشار الأشول خلال افتتاحه المسابقة العلمية المنهجية لأوائل طلبة الصف الثالث الثانوي التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جامعة العلوم إلى أن المسابقة تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم التميز والإبداع، والتي من ضمنها جائزة أولمبياد الرياضيات والعلوم والابتكار.
وأوضح أن المسابقة التي يشارك فيها 150 طالبا وطالبة من 15 محافظة، 7 مدارس بنات و8 بنين، بواقع 6 طلاب في المسابقة العلمية و4 طلاب في مسابقة الموهوبين من كل مدرسة، تهدف إلى تنمية روح المنافسة والإبداع في التحصيل العلمي لدى طلاب وطالبات المدارس، فضلا عن كونها فرصة للتعارف وتنمية قيم الإخاء والمحبة فيما بينهم، داعيا الطلاب إلى الجد والاجتهاد والأخذ بكل أسباب التنمية الذاتية لتحقيق طموحاتهم. نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي ورشة عمل تدريبية لمرشحي عضوية مؤتمر الحوار الوطني، وذلك لتعزيز مفهوم الحوار ومهارات التفاوض والاتصال. الجدير بالذكر أن الورشة تستمر لثلاثة أيام متتالية بهدف تعزيز العمل الديمقراطي وقبول الرأي الآخر بهدف الخروج من مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في الأيام القادمة برؤية موحدة تخدم اليمن واليمنيين. تحت شعار تهامه آفاق وتحديات، أقامت اليوم رابطة شباب الحديدة ندوة بعنوان القضية التهامية ماهيتها وأبعادها. الندوة تناولت البعد التاريخي والاقتصادي والثقافي للقضية الجنوبية أو للقضية التهامية وضرورة حل هذه القضية من جميع النواحي وتوخي العدالة الاجتماعية بكل صورها ووضع خطط استراتيجية وبرامج عملية لانتشال تهامة من بؤرة الإقصاء والتهميش ورد المظالم المتعلقة بالأراضي والعقارات إلى أهلها. نظم العشرات من أبناء قبيلة جيه مصرواح بمأرب وقفة احتجاجية أمام دائرة القضاء العسكري بصنعاء، وذلك للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المجني عليه الجندي ناجي الأقرع والذي قتل داخل زنزانة الأمن المركزي بمحافظة شبوة. وناشد المحتجون سرعة تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر من محكمة القضاء العسكري والذي قضى بالقصاص محملين رئيس دائرة القضاء العسكري ورئيس استئناف القضاء العسكري المسؤولية الكاملة في عملية مماطلة القضية. نظم العشرات من موظفي المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الإعلام بصنعاء، وذلك للمطالبة بالتغيير الكامل لما وصفوها بالقيادات الفاسدة وكذا الارتقاء بمستوى العاملين في القطاعات ماديا ونفسيا، مطالبين بتفعيل التدوير الوظيفي بالمؤسسة. كما ناشد المحتجون الجهات المختصة بإعادة النظر في حقوق وأجور الموظفين ومساواتهم أسوة بزملائهم داخل المؤسسة، مشيرين إلى مواصلة فعالياتهم الاحتجاجية حتى تحقيق كافة مطالبهم. زي مخرجة أخبار، عندما اندلعت الثورة فرحنا كثيرا وانضمينا إلى الثورة على أمل الإصلاح والتغيير، ولكننا فوجئنا بعد الثورة بواقع مرير. ليس لأني الثورة هي، ولكنهم أشخاص القائمون لدينا في قناة اليمن الفضائية فساد بشكل كبير، وعندما طالبنا بإقالة الفساد وتصحيح الوضع فوجئنا بتوقيفنا عن العمل ومنعنا من الطلوع إلى مقر أعمالنا. هذه الوقفة اليوم أمام الوزارة وتأتي ضمن سلسلة وقفات احتجاجية بعد أن أعطينا فرصة لقيادة الوزارة وقيادة الإعلام، أعطيناهم فرصة كافية أكثر من عام علهم يصلحوا، لكن اكتشفنا أن ليس هناك رؤية ولا مبادرة لإصلاح الأوضاع. نطالب بأنه التغيير يكون شامل، لأنه نفس الآن تسوى تغيير لقيادة المؤسسة والقيادة بس نفس الشلالة السابقة هي اللي الآن تلتف حول المدراء تمارس نفس أساليب الفساد السابقة. في نهاية النشرة مشاهدينا أعود وأذكر بأبرز العناوين. على خلفية أحداث العنف، لجنة التحقيق الحكومية توصي بإقالة السلطة المحلية والأمنية بحضرموت.
اللجنة العسكرية توقف العمل بتصاريح حمل السلاح خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. للمزيد مشاهدينا زوروا موقع القناة سهيل دوت نت وكذلك صفحات القناة على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله.